بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في 3 أيام فقط أخي الحبيب، كيف تجدد نظام مناعتك بالكامل؟ هذه ليست مزحة، هذه حقيقة علمية تحدثنا عنها، واليوم أود أن أفصل بلغة الحقائق العلمية كيف أن الصيام يطور وينظم ويجدد وينشط نظام المناعة لدى الإنسان. نظام المناعة أيها الأحبة هو أهم جزء في الإنسان، لأنه بدون مناعة تموت أي بكتيريا، مهما كان هناك مليارات الأنواع من البكتيريا تعيش أصلا في أمعائنا وفي أجسامنا ومن حولنا، فأي نوع من أنواع البكتيريا مؤذي أو ضار يمكن أن يدمر الإنسان ويقتله إذا اختل نظام المناعة. وكلنا نذكر الفطر الأسود. الفطر الأسود هو موجود من حولنا في البيئة، هذا العفن موجود، ولكن يعني حقيقة عندما أصيب بعض الأشخاص بوباء كورونا أو فيروس كورونا، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن نظام المناعة لديهم انهار تماما، فأصبح هذا الفطر يشكل خطرا كبيرا وينتشر بصورة مرعبة ويدمر الجسم ويقتله. اليوم لذلك نظام المناعة مهم جدا، أهم نظام في الجسد. اليوم سنتحدث عن هذه الحقيقة العلمية. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام، دعوني أبدأ بحديث النبي عندما قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. يعني ماذا يعني أن نصوم 3 أيام من كل شهر؟ مبدئيا يمكن أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا بأن الحسنة بعشر أمثالها، والله تبارك وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإذا صمت 3 أيام من كل شهر فالحسنة بعشرة أمثالها، أضرب هذا العدد 3 ضرب 10 يعطيك 30. 30 يوم يعني أيام الشهر. فإذا صمت 3 أيام من كل شهر فكأنما صمت الدهر، كأنما صمت الشهر كله، وبالتالي هذا يعني لو تكرر فيكون مثل صيام الدهر. أنا لدي هنا بحث علمي أيها الأحبة، دعوني أتأمل معكم. يقول هنا أيها الأحبة، اقرأوا معي. طبعا هنا صيام 3 أيام، صيام 3 أيام يمكن أن يجدد نظام المناعة الداخلي، وهذه دراسة علمية وجدت هذا الأمر. إذن يمكن للصيام 3 أيام تجديد نظام أو إعادة توليد نظام مناعة جديد، إعادة توليد نظام مناعة جديد. سبحان الله، طيب كيف يحدث ذلك؟ دعونا نتأمل أيها الأحبة. الجامعة التي قامت بالدراسة هي جامعة جنوب كاليفورنيا USC، قامت بدراسة غريبة من نوعها للبحث عن أفضل نظام لتجديد النظام المناعي أو الجهاز المناعي لدى الإنسان وجعله أكثر قوة وكفاءة. المفاجأة كانت بصيام 3 أيام متتالية. الدراسة استمرت 6 أشهر، حيث وجد العلماء بنهايتها أن الجسم قضى على السموم المتراكمة. إذن الصيام لـ3 أيام متتالية يقضي على السموم المتراكمة، هذا رقم 1، والخلايا التالفة أيضا يقضي عليها، هذا رقم 2. طبعا هنا رقم 2 الخلايا التالفة، وأصبح النظام المناعي أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة الفيروسات. طيب البروفيسور فولتر لونغو
طبعا يقول في بحث أو في دراسة منشورة قبل السنوات، وهذه الدراسة هنا أمامكم، أنا يعني وضعت صورة عنها، وهنا سنتحدث عن الترجمة خلال 3 أيام من الصيام المتتالي، وعندما يتضور جسدك جوعا. دققوا على هذه العبارة أيها الأحباء، عندما يتضور جسدك جوعا. لا تحزن ولا تقلق ولا تكتئب عندما تجوع، لأن الجوع يعني أن هناك حدثا مهما يحدث. عندما يتضور جسدك جوعا فإنه يعطي الإذن للقضاء على الخلايا الهارمة والمتضررة والتالفة. نحن في أجسامنا بشكل عام أيها الأحبة الكثير من الخلايا تسمى الخلايا الشاذة، خلايا هارمة، خلايا تضررت، خلايا تلفت، هرمت إلى آخره، فيقضي على هذه الخلايا ويبدأ بإنتاج خلايا دم بيضاء أكثر نشاطا، دققوا معي، وأكثر قدرة على مواجهة الفيروسات. فعندما يبدأ الجسم بالصيام يقل عدد الخلايا المناعية في الجسم بشكل مفاجئ، وبمجرد إعادة التغذية تبدأ الخلايا المناعية بالتشكل من جديد. سبحان الله، يعني هذا الأمر عجيب جدا. طيب، عندما تجوع خلايا جسمك تصبح هذه الخلايا أكثر مقاومة للإجهاد، إذن هنا دققوا معي أيها الأحبة، وأطول عمرا، إذن تصبح أطول عمرا، يعني شيء عجيب. إذن نحن عندما نجوع هذه ظاهرة صحية إيجابية تجعل الخلايا أكثر مقاومة للعوامل المختلفة والإجهادات، وتتحمل الإجهادات أكثر، وبخاصة في هذا العصر نحن نعاني من ضغوط كثيرة، وتجعل الخلية أطول عمرا. إذن الصيام يطيل عمر الخلية. البروفيسور لونغو أيها الأحبة يتابع ويقول الصيام 3 أيام يعطي الجسد الإشارة للبدء بتجديد الخلايا الجذعية، وهي من أهم الخلايا في الجسم. طيب، ما هي هذه الخلايا الجذعية أيها الأحبة؟ الخلايا الجذعية هي الخلايا التي يخلق منها الجنين، خلايا عجيبة جدا، جنينية أو جذعية، هي التي يخلق منها الجنين. فنفس الخلية الجذعية تتطور إلى خلية أذن أو خلية عين أو خلية قلب أو خلية عصبية في الدماغ أو غير ذلك، فهي خلايا نشطة وفعالة جدا ومهمة بالنسبة للإنسان ومهمة بالنسبة للنظام المناعي. إذن هذه الخلايا تتجدد ويتم بناء نظام مناعة كامل، وخلال ماذا؟ 3 أيام فقط. هذا القول للبروفيسور لونغو. طبعا خلال هذه الأيام 3 أيها الأحبة يتم التخلص من أجزاء النظام القديم المتضررة والضعيفة. إذن هناك النظام المناعي سبحان الله مثل الآلة الميكانيكية، مثل السيارة، هناك أجزاء تتلف وأجزاء، فالصيام هو عملية صيانة يتخلص منها الجسم من أجزاء النظام القديم المتضرر الضعيف، ويتم إنتاج نظام مناعي أكثر قدرة على تمييز الفيروسات والتخلص منها بكفاءة عالية. سبحان الله. خلال الأيام 3 طبعا هنا يتم التخلص من أجزاء النظام القديم ويتم إنتاج نظام جديد. طيب، السؤال هنا، ما هي أفضل طريقة للصيام هذه الأيام 3؟ دراسة حديثة لجامعة إلينويز هنا في شيكاغو، نشرت في مجلة نوتريجين أند هيلثي إيجينج عام 2018، وجدت أن طريقة 16-8 هنا أيها الأحبة، 16-8 يعني اليوم 24، تصوم 16 ساعة وتفطر 8 ساعات، والنتيجة أنك تجوع جسدك لمدة 16 ساعة و8 ساعات كل ما شئت. فهذه الطريقة لها فعالية عالية على أجهزة الجسد
وأكثر سهولة وقبولا من بقية الطرق. طبعا هنا صيام 16 ساعة أيها الأحبة وإفطار 8 ساعات، هذه الطريقة شبيهة جدا بالصيام الإسلامي، حيث نحن نصوم تقريبا أكثر من 12 ساعة 13 ساعة أحيانا 18 ساعة، يعني وسطيا 16 ساعة نصومها بالفعل، ونصوم لمدة 30 يوم وليس 3 أيام. انتبهوا، يعني هنا صيام رمضان لمدة 30 يوم شيء رائع جدا. الآن ماذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ طبعا النبي لم يغفل عن مثل هذه الحقائق، لقد أمر النبي بالصيام هذه الأيام ورغب بها، قال صيام 3 أيام من كل شهر، ماذا؟ صيام الدهر. ما هي الأيام؟ هي أيام البيض، صبيحة 13 و14 و15 و15، صبيحة 13 و14 و15. إذن هذا الحديث أيها الأحبة وضح لنا لماذا يجب أن نصوم 3 أيام من كل شهر، وبالتالي صيام رمضان مهم جدا لأنه تجديد كامل لنظام المناعة، لأنه يعني أن نصوم بحدود 30 يوما. هنا أيها الأحبة يبقى السؤال، كيف علم نبينا الكريم قبل أكثر من 1400 سنة بأهمية هذا النظام في الصيام، ولماذا يتحدث عن حقائق طبية لم تكتشف إلا في القرن 21؟ والله إن هذه الدراسات لتشهد بصدق الإسلام وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة أنا أقول دائما، يعني النبي لم يأمرنا بشيء إلا كان فيه النفع، فيه فوائد عاجلة لك أيها الإنسان. يعني حتى أيها الملحد، إذا طبقت صيام 3 أيام من كل شهر وامتنعت بحدود 16 ساعة عن الطعام والشراب كما يقول الباحثون في الجامعات الغربية، فإنك ستحصل على نظام مناعي جديد، وهو مطبق لدى غير المسلمين، فكيف بنا نحن المسلمين وقد أمرنا النبي بهذا الصيام وأمرنا الله بصيام شهر رمضان؟ يعني الإنسان يستمتع أيها الأحبة، يعني أنا شخصيا بعد أن قرأت هذه الدراسة أصبحت لا أمل ولا يعني أتعب ولا أكره الجوع، بالعكس الجوع شيء جيد، يجعل جسدك يقضي على الخلايا الهارمة والتالفة والشاذة، وخلايا الالتهاب أخي الحبيب، التهاب الصدر وأي التهاب آخر، هي خلايا شاذة، لذلك الصيام يقضي عليها. وأختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أحبه كثيرا وأحب أن تحفظوه أيها الأحبة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.